تعال شوف هالولد اللي عمره 10 سنين واقف في المسجد. يقول دخلت عليه فوجدته في المسجد واقفا يصلي كأنه جذع نخلة، والله لو وقف على رأسه طير ما تحرك. ليش؟ من شدة خشوعه، من شدة وقوفه. يقول فأعجبني ذلك الغلام، يقول هذا رجل اللي دخل. يقول فلما انتهى من صلاتي هذا الغلام ناديته تعال يا ولد، ابن من أنت؟ ولد من أنت؟ قال أنا ولد يتيم لا أب لي ولا أم. فعرف من حاله أنه يتيما، فقال لها ترضى أن أقوم بشؤونك أن أتكفل بك؟ يقول مد الولد الصغير هذا. ماذا رد عليه الولد؟ قال أنا موافق بس عندي 5 شروط. وش الشروط؟ ما قال أبغى تجيب لي سوني وأبغى تجيب لي كذا، وجلس يتشرط ألعاب. قال لدي 5 شروط. أولا أنا أحيانا أجوع فقير، إذا جعت تطعمني؟ قال أبشر أطعمك حتى تشبع. قال إذا عطشت تسقيني؟ قال أسقيك حتى ترتوي. قال إذا عريت تكسيني؟ قال أكسوك بأحسن الثياب. قال طيب إذا مرضت تشفيني؟ قال لا والله الشفاء أنا ما أقدر عليه، لكني أتسبب أفعل السبب في الدواء والعلاج والله يتولى شفاك. قال طيب إذا مت تحييني؟ قال أما هذه فلا. فقال إذا اتركني ما لك علاقة فيني، اتركني الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الذي يميتني ثم يحيين. قال هذا الرجل لا إله إلا الله، توكل على الله فكفاه الله، توكل على خالقه على مولاه، تفكر في أنه يعلم أن الخالق أن الرازق أن المعطي أن المانع أن الباسط أن القابض أن الأول أن الآخر أن السميع أن البصير هو الله الذي لا إله غيره.